حط لي توصيفين في كلمتين، انا احط واحده حضرتك حط لي اتنين. من كلام حضرتك قلت لي ان هو متناقض، امام محمد حسان متناقض، وايه وايه من ضمن تناقضه؟ قول لي، لا قول لي كلمتين كمان عشان اوصف مع متناقض. ايه راس المثلث او ضلعين المثلث؟ يعني انا قلت ضلع اللي هو متناقض، محمد حسان متناقض، وايه وايه توصيفين في كلمتين، كلمه وكلمه. جاهل متعالم. جاهل متعالم. جاهل متعالم يدعي العلم. متعالم. جاهل متعالم. انا طالع انه متعالي ايضا. متعالم ومحب للشهرة. نعم، ومتعالي ايضا. يريد ان يتبوأ مكانة الشيخ الشعراوي في العصر الحديث. صحيح. يريد ان يصير هو مفسر هذه الامة. وانا على خطوط الشيخ الشعراوي. لذلك يرضي اتباع الشيخ الشعراوي ويرضي السلفيين. ولا هو من اتباع الشيخ الشعراوي ولا من اتباع السلفيين.